لو لم تجد أمك بعد، لا. أعتقد تستطيع رعاية نفسك. نعم سيدي، وسأجد أمي بعملة. أليست لديك فكرة عن مكان وجودها يا بني؟ لا، ولكني سوف أجدها، أنا واثق من ذلك. أنا واثقة يا بشار. لا تيأس يا بني، لا تيأس. أنا متأكدة أن أمك سوف تكون فخورة بك. أتمنى لو كان لدى زكي نصف مواهبك. من هنا؟ هذا أنت يا زكي؟ من هذا؟ أنا اسمي بشار، يسرني لقاؤك. ستكونان صديقين. إنه وقت تناول الحلوى. أين الحلوى التي وعدتني بها؟ نسيت، كنت مشغولا في إحضار بشار يا ولدي. نسيت؟ أوه يا والدي، هذا الصبي رائحته كريهة. زكي. نعم يا أمي. آسف يا بشار، أنا لا أستغرب أن ولدي ليس له أصدقاء. آسف جدا يا بشار. أنا جاء يا أمي. مهلا يا زكي، كن صبورا. قل لي يا بشار، ما رأيك أن تقيم معنا؟ سيكون لك تأثير على زكي إن بقيت إلى جانبه. أرجوك يا بشار، أرجوك. حسنا، يمكنك أن تقيم معنا كما يحلو لك. ماذا بك يا زكي؟ أنت لا تأكل يا ولدي. أنا لا أكل مع أحمق قدر، لا أكل، هل فهمتم؟ مهلا يا بشار، مهلا، تعال واعتذر. لا تتصرف كالأحمق يا عزيزي. لا تبكي يا بني. أنا آسف يا بشار، زكي مشكلة كبرى لنا كما ترى، وأعتقد أنك تستطيع مساعدتنا في جعله صبيا أحسن وأطيب. أرجوك يا بشار. حسناً، كف عن البكاء يا زكي. إنه يحتاج إلى صديق. ماذا تفعل زكي؟ ابتعد عني. هل ألعب معك؟ لا تلمسني. هيا. أنت بخير؟ ابتعد. إننا أغنى وأشهر عائلة في هذه المنطقة، ولا مكان في بيتنا لأحمق مثلك، هل فهم؟ إنه يحتاج إلى صديق طيب ومتفهم يا بشار. لماذا بقيت هنا؟ هيا انصرف. هل هما نائمان؟ إن بشار ولد طيب ومر بكل هذه المصاعب يا عزيزتي. أتمنى لو يبقى معنا دائما، فهو ولد طيب. هذا صحيح، فقد يحلو له المكان ويصبح ولدنا. يا ليت ذلك يتحقق. تصبح على خير يا بشار، تصبح على خير يا ولدي. وضعت بعض الحلوى هنا، أين هي؟ زكي. ماذا؟ هل أخذت الحلوى يا زكي؟ ماذا؟ حلوى؟ غريب، بشار كان يقضم شيئا منها قرب الزهرة. متأكد؟ نعم. Thank you.
وكذلك القلادة. لا أصدق، لا أصدق. كنت أعلم منذ البداية أنه سارق. يبدو طيبا. تحبين لصا أكثر مني يا أمي؟ طبعا لا يا بني. سيدتي. بشار. بشار، ما الأمر يا سيدتي؟ لقد وجدنا ما سرقته منا. انظر. سرقته؟ انظر، إنه ممثل بارع أيضا يا والدي. نعم، أخبرنا بصدق يا بشار. لا، لم أفعل، صدقني. لا تخف يا بشار، لن نعاقبك إذا قلت الحقيقة. أفهمت يا ولدي؟ عار عليك، عرفت أنك أحمق وقذر. تفضلي يا أمي الحبيبة. شكرا لك. سنسامحك إذا اعترفت وأبديت أسفك يا بشار. لم أفعل شيئا. إذا شعرت بالرغبة في الاعتذار فتعال إلينا. أرجوك يا سيدي، إنك مخطئ جدا. لم أفعل أبدا. أين أنت يا أمي؟ إنك تعلمين أنني بريء. لماذا لا يصدقونني؟ لماذا يا أمي؟ لماذا؟ لماذا لا يصدقونني؟ أمي. كف عن البكاء يا ولدي فسوف تجد أمك. لا تدع شيئا يثبط عزيمتك يا ولدي. تماسك واستمر في البحث عنها. ولكنني لن أذهب. حسنا، من الأفضل أن تخبرني بما يضايقك يا ولدي. حسنا. زكي هو الذي قال إنك سرقت هذه الأشياء. نعم، لقد أفسده والداه لمجرد أنه ليس طفلهما الحقيقي. لا شيء، لا شيء يا ولدي. لم يكن طفلهما؟ حسنا، انسى الموضوع يا بشار. على كل حال أنا واثق من أن زكي قد احتال عليك. نعم، ولكن لماذا؟ لأنه يغار منك. محتمل، فقد كان والداه لطيفين معي. إذا كنت بريئا عليك أن تجعلهما يكتشفان الحقيقة. نعم، سأحاول. بشار لم يعد. ربما أرعبناه كثيرا. حسنا، سأذهب للبحث عن طعام. انتبه يا عزيزي. كن طيبا يا بني. حاضر يا والدي. إنه هو. ماذا تفعل هنا أيها اللص؟ تكلم. لست وسيعرفان الحقيقة. لن يصدقاك، إنهما ليسا في البيت. سأعود مرة ثانية إلى أن يصدقاني. أتفهم؟ أنت لص وكاذب كبير. أنا لست كذلك. جميع المشردين في الشوارع من أمثالك لصوص. أنت المشرد، هما ليس والديك. ماذا؟ لم أسمع بهذه الكذبة القذرة من قبل. إنهما أمي وأبي وهذا بيتي. أنت تكذب. إنهما أمي وأبي. غير صحيح. أنت تكذب. أنا لا أكذب. أنت تكذب. قلت لا أكذب. أتفهم؟ أمي.
أمي اخبريني هل أنت أمي الحقيقية؟ بشار يقول زكي أين سمعت هذه الكذبة؟ سمعت السيد بدران يقول ذلك يا سيدتي. الرجل العجوز لقد كذب عليك، هو طفلنا أفهم؟ أنا آسف. أمي أخبريني بالحقيقة أرجوك، أريد أن أعرف الحقيقة، هل أنتم والدي؟ لا تكن سخيفا، إنك طفلي العزيز الغالي، حبيبي الغالي، لا تبكي يا عزيزي. زكي زكي إنه والد زكي. زكي ماذا حدث؟ أظن أن شيئا ما حدث. بشار أرأيت زكي؟ لا، ماذا حدث؟ لقد ترك البيت. ماذا تقول؟ حقا يا بشار، زكي لم يكن طفلنا الحقيقي. أنا آسف جدا يا سيدي. لا تندم، كان يجب أن يعرف الحقيقة يا بشار. لقد آلمته. وجده بدران في الغابة وهو صغير وأحضره إلينا. حقا كان زكي محظوظا جدا. إننا آسفون أن نشك بأمانتك فيما مضى. جاءنا بدران وأخبرنا بكل شيء. أعتقد أنني أعرف أين ذهب. نعم. حسنا سوف أساعدك. ماذا؟ لقد كانت غلطتي. بشار سيدتي. بشار لقد سمعت كل شيء من السيد. إنني قلقة على زكي يا بشار. سوف أذهب للبحث عنه. استريحي أنت. أرجو أن تعيده يا بشار، إننا نحبه يا بشار أرجوك. سوف أحضر زكي. بشار يجب أن أعيد زكي لوالديه، وإلا سوف يموتان حسرة علي. كاد أموت بردا. زكي زكي زكي. من أنت؟ ابتعد ابتعد، عد إلى البيت، والداك قلقان عليك، أرجوك ألا تذهب، اذهب إليهما. هيا اتركني، ابتعد عني.
يرتكب خطأ كبيرا. ولكن عاد إلينا ولدنا. شكرا يا بشار. نستطيع أن نبني بيتا جديدا، ولكن زكي هو طفلنا الوحيد في هذا العالم. شكرا لك يا بشار. آسف لقد أزعجتكم. إنني خجول جدا من نفسي يا بشار، لقد كنت سيئا جدا معك. أنا آسف. أتمنى أن تجد أمك في القريب العاجل. شكرا يا زكي، شكرا. سأذهب للبحث عن أمي. حتى لو أن البيت أكلته النيران، إلا أن العائلة التي اتحدت بالحب تتمتع بالسعادة. بشار يبدأ رحلته من جديد في البحث عن أمه. هيا يا بشار، ابحث عن أمك، ابحث.